موسم الاصطياف في هاد البلاد والله ما يخلص. الفلوق تاع المره اللي فاتت كنت شاركت معكم 24 ساعه ديالنا كيفاش جوزنا في القاهره، من بعد حكمنا الترونسفير اللي جابنا من القاهره حتى لشرم الشيخ اللي بعيده حوالي 550 كيلومتر هكذاك بالضبط. كاين بعد تاع 500 كيلومتر من القاهره الى شرم الشيخ. بالنسبه للتنقل من القاهره الى شرم الشيخ عندك ثلاث امكانيات. الطريقه الاولى هي التنقل في الطائره، مده الرحله راح تدوم ساعه واحده، السعر ابتداء من 150 دولار للشخص الواحد ذهابا فقط. الطريقة الثانية هي التحويل الخاص كما نقولوا احنا يا ترانسفير بريفي، السعر ابتداء من 60 أورو 70 أورو، تقدر تلحق حتى 100 أورو لأربعة أشخاص، يعني انت والمفاوضة اللي تديرها. مدة الرحلة من 5 سوايع حتى 6 سوايع. والطريقة الثالثة هي الباص، سعره ابتداء من 10 أورو للشخص الواحد، مدة الرحلة 8 سوايع حتى 9 سوايع. صح السعر رخيص وشنو، حتى 8 سوايع في البيوس ماشي سهلة، خاصة كي يكونوا معاك أطفال صغار. مرحبا بكم معايا في شرم الشيخ، اكزاكتومون رانا في فندق جاز ميرابيل، واحد من أكبر الفنادق اللي كاين هنا في شرم الشيخ. الكونسبت تاع نهار اليوم راح نشارك معكم تجربة ديالي في فندق جاز ميرابيل، راح نهضروا على الأسعار، راح نهضروا على الخدمات، وراح نعطيكم الإيجابيات والسلبيات، حبيقوا راح نهضر لكم على كلش. راح نشوفوا الغرفة والأسعار ديالها، راح نشوفوا ريستوراسيون المطاعم شحال عندهم واش يسربوا كامل، وراح نشوفوا لي زانيماسيون، وراح نشوفوا لي بيسين ولا بلاج بريفي اللي كاين في هذا الكومبلكس. هذه الشومبرة ديالنا، عندك منها بلاكار، عندك منها سانيتير، عندك منها شومبرة دراري. وهذه الغرفة الرئيسية فيها مطرح تاع زوج بلايص، عندك تلفزيون، فريجيدار. هذه باتيسري البارح بعثوها لي مال ريسيبسيون لانيفرسير تاع بنتي ايناس، قفلت 4 سنين. سعر تاع ليله وحده في هذا الكومبلكس هي ابتداء من 160 دولار الغرفه ترفد 4 اشخاص. نهار لحقت لا ريسيبسيون قالوا لي حنايا عندنا فندق مقسوم على زوج، عندنا جاز ميرابيل بيتش وعندنا جاز ميرابيل كلوب. دوك نفهمكم كيفاش. هذا الكومبلكس جاز ميرابيل، هذا اللي لهنايا جاز ميرابيل كلوب، وهذا اللي لهنايا جاز ميرابيل بيتش، خاطش قريب للبحر والحدود اللي كاين بيناتهم يجوا لهنا. والفرق اللي كاين ما بيناتهم هو 40 دولار ليله وحده. الفرق اللي كاين بين جاز ميرابيل كلوب وجاز ميرابيل بيتش هي الفرق تاع لا ديسونس اللي كاين للبحر. هذيك 40 دولار راح يقربوك للبحر، او ميم طو راح يعطوك شومبره شابه على الشومبره اللي رانا فيها. اكوا صاير نزيد نخلص 40 دولار ليله وحده على جال باش يبدلو لك شومبره تكون شابه على الشومبره اللي رانا فيها، وهي الشومبره ريال مول راح تستعملها غير للرقاد. دوكا نروحو نشوفو فطور الصباح اللي يفتح من 6:30 تاع الصباح حتى للعشرة. Yeah.
هذا كان فطور الصباح ديالهم واش يسربوا كامل فيه. انا شخصيا ما عجبنيش بزاف سورتو السيرفيس، تروح بار اكزومبل ماشينا كافي باش تجيب قهوه ولا حليب يطولوا شويه، خاطش هما اللي يسربولك ماشي انت تروح تعمر وحدك. مين داك يخصهم الكيسان؟ وبورطون ما كاش غاشي بزاف، لو كان كاين الغاشي قنقولوا ديباسي، ما كاش الغاشي بزاف. دوكا كي كملنا مع فطور الصباح نروحو نشوفو لي بيسين اللي عندهم كامل في هاد لوطيل، تالمون كاين بزاف لي بيسين ما قدرتش نحسبهم. اول مسبح نبداو به هو المسبح القريب من الغرفة ديالي، كاين مسبح كبير وقدامه مسبح تاع دراري صغار. هاد المسبح الثاني بعيد حوالي 100 متر. هذا المسبح الثالث والمسبح الرابع. وهذا المسبح الخامس. وهذا المسبح اللي فيه طوبوغون. كل مسبح كبير تلقى قدامه مسبح تاع دراري صغار. لا فامي اسمحوا لي برك ما قدرتش نصور لكم لابيسين من قريب، على بالكم علاش. حبيت نوضح واحد الحاجه برك، اشاك فون نشارك معكم كاش مركب سياحي كاين ناس يسقسوني في التعليقات يقولوا لي اسكو يوتوريزي البركيني. ديروا في بالكم حاجه، شاك كومبلكس توريستيك نشاركوا معكم يوتوريزي البركيني، خاطش انا اذا كان البركيني ممنوع في كاش كومبلكس اوتوماتيكمون انا ما راحش نروح ليه. واهم شيء هي كل مسبح عنده سناك بار بجنبه. سناك بار اللي يسرب المشروبات فقط، يخدموا نهار كامل، وكاين سناك بار اللي يقدم الاكل. كما قلت لكم السناك بار يفتح من 3 تاع العشيه حتى 5 تاع العشيه، ساعه قبل ما يبدا العشاء اللي يديروا في الريستورون. وشنو لهنايا باش يسربيو لك رابيد من داك لازم تكون شويه قاوري يعني لازم تكون شويه اجنبي وباش يتهلاو فيك ويسربيو لك رابيد. سينو راح تستنى شويه وكاين بعض الناس يشنفوا من داك، دونك النصيحه اللي نقول لك عليها اضبط وجهك باش رابيد مو يتهلاو فيك. دوكا نروحو لاجمل شيء في هذا الكومبلكس واجمل شيء في هذه البلاد، هي لا بلاج بريفي تاع هذا الكومبلكس، البحر الاحمر. في الدخله تاع لا بلاج بريفي كاين زوج لي سناك بار. دوكا رانا في لا بلاج بريفي تاع جازميرابيل، منظمه نظام الله يبارك. تبدا من هنا من هذاك البون كامل تخلص من الجالي من هذاك البون كامل. اول شيء تحطه في الامتعه ديالك قبل ما تسافر الى شرم الشيخ هي قناع الغطس، لانه راح تستمتع. حبيت نهضر واحد الهضره برك، يعني الناس اللي حاكمه الشواطئ في الجزائر كما نقولوا نتوما استوليتوا على الشواطئ، علاش ما ديروش حاجه كيما هادي منظمه بيان اورغانيزي داخله في الديكور تاع لا بلاج، الناس كي تجي تكري عندكم تكون الاز. كاين ناس تحب دير باراسول، دير ليزار، توالق، ريدوات، شمتوا كامل الديكور، علاش ما يديروش عفسه كيما هادي؟ الناس كي تجي لا بلاج تكري تلقى حاجه براتيك كيما هادي تكريها شابه وما تزعقلكش لا في تاع هذيك لا بلاج. يعني نتوما استوليتوا على الشواطئ، وما اورغانيزيوهم نحو هذيك تاع الطابله 4 كراسي شغل في قهوه ولا صالديفات. الناس كي تروح للبحر تحب تتكسل، تحب تستعفى، تحب تروبوزي، ماشي شرط تجي تقعد في طابله تاع 4 كراسي شغل راك في صالديفات. اورغانيزيو شويه الحاله يا سيدي، وما الناس كي تروح للبحر تلقاها منظمه. دوكا الساعة راهي 8:30 تاع الليل، نروحو الريستورون تاع ميرابيل بيتش نشوفو واش عندهم اسكو كيما تاع ميرابيل كلوب. طعام
كيما شفتو هذا واش يسربيو في ريستورون دوزيام تاع ميرابيل بيتش، براتيكمون قريب كيما ريستورون الاخر الفوقاني. حاجه روماركيتها لهنايا في لي ريستورون ديالهم ما كاش حاجه تراديسيونيل زعما ماكله تاع مصر، ما عندهمش بارابور لتونس لا تشفاو يحطوا لك طعام، يحطوا لك الماكله تاع التوانسه. لهنا في مصر ما يحطوش الماكله ديالهم، يحطوا المواكل العاديين. ومام طون ثاني كاين بزاف مواكل بار اكزومبل كيما اللحم كيما حاجه تاع حوت هما اللي يسربوهم، ماشي انت اللي ترفد وحدك. دان كوتي عندهم الحق، خاش كاين سي عمر طبسي يدوق منه شويه برك الباقي كامل لابوبال، هذا يقولوا له التبذير. وبعد العشاء الملتقى في شاطئ جاز ميرابيل وين يديروا انيماسيون حتى منتصف الليل. الان نكون شاركت معكم كل التفاصيل والاسعار والخدمات واش كاين واش ما كاش في فندق جاز ميرابيل. يبقى شيء واحد فقط ما شاركتوش معكم، هو الخرجه ديالنا الى جزيره راس محمد والجزيره البيضاء، راح نشاركها معكم في الفيديو القادم ان شاء الله. ننصحكم تكونوا في الموعد لانه راح نشارك معكم اجمل تجربه في حياتي. والشيء اللي صح حيرني هم الاسعار، كونوا في الموعد. سلام عليكم.